لدى تشريف سموه للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني التايلاندي، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن حرصنا على حضور الاحتفال باليوم الوطني لتايلاند جاء ليعكس متانة العلاقات التي تربط بين بلدينا ملكا وحكومة، والتي جعلت التعاون الثنائي بينهما ينطلق لآفاق رحبة على كافة المستويات. وكان سموه قد حضر الاحتفال باليوم الوطني التايلاندي الذي أقامته القائمة بأعمال سفارة مملكة تايلاند هات هاي شينو لدى المملكة. وبهذه المناسبة أعرب سموه عن خالص تهانيه لصاحب الجلالة الملك مها فاجيرالون جاكرون ملك مملكة تايلاند الصديقة، ومعالي الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند والشعب التايلاندي الصديق بالعيد الوطني المجيد، وتمنيات سموه للمملكة الصديقة بدوام الرفعة والازدهار. وأبدى سموه ارتياحه لما تشهده العلاقات البحرينية التايلاندية من تطور في ظل ما يربط بين البلدين الصديقين من روابط قوية وحرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة. ونوه سموه إلى أن حرصه على حضور احتفالات مملكة تايلاند يأتي رغبة من سموه في مشاركة الشعب التايلاندي الصديق أفراحه، وتقديرا من سموه لعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين، والتي تركز على أسس متينة من التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل. وأشار سموه إلى ما يربط بين البلدين الصديقين من تاريخ طويل من التعاون البناء والمثمر الذي يجسد الرغبة المتبادلة لدى البلدين في بناء نموذج للتعاون الذي يحقق المنافع للبلدين والشعبين الصديقين. من ناحيتها أعربت القائمة بأعمال السفارة التايلاندية لدى المملكة عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشريف الاحتفال بمناسبة العيد الوطني لتايلاند، وعلى اهتمام سموه بتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، مؤكدة حرص بلادها على توثيق أطر التعاون مع مملكة البحرين وتنميتها بالشكل الذي يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.